السلام عليكم الخوت، جيت نتحدث على واحد المشكله. كتلقى مثلا بغيت انستالي فيرتشوال بوكس. فيرتشوال بوكس هو واحد لوجيسيال كتانستالي فيه مثلا لينكس، مثلا كالي لينكس، اي بي سي، مثلا واحد اوس اوبريتين سيستم كتانستاليه كيخدم. ولكن باش انستالي دابا الفيرتشوال بوكس الاخر، باش انستالي في بي سي ويندوز 10 ما غاديش يخدم. علاش؟ خصك البايثون، فهمتيني؟ هو اصلا كيخرج واحد الايرور تيقول لك واش واش تانستالي معاك البايثون. ممكن نكملوا الانستالاسيون، ولكن البايثون خصك تانستاليه مانيوالمون. من بعد شنو كدير دابا؟ انت كطفي الانستالاسيون كامله، ياك كطفي الانستالاسيون كامله. شنو كتجي؟ كتجي كتقلب على بايثون دوت اورك، بايثون دوت اورك، كتداونلود بايثون الاخر كتداونلوديه صافي. كي كتانستالي عادي، ملي كتيشارجي كتانستالي عادي، وكتجي كتجي كتفتح باور شيل، كتقلب هنا باور شيل. باور شيل بحال هكا كتجي كتكتب هذا الكود باي داش ام بيب بيب. نشوف انا واش بغيت تكبر الكتابه، ما تكبرش المهم. ممكن نديرو بلاتي هادو، بعد هادشي نكبرو الكتابه ديك الساعه نكملو الفيديو. تكلم ما كيبانش ليه. مودي في ولا بروبريتي، بروبريتي بوليس مثلا نديرو شي 28. اوكي، هنا قلنا باي داش ام بيب انستال باي وين 30، طق اونتري بقيت انستال عادي. ديك الساعه عاد نجي نرجع نتيشارج، او غادي نعاود الانستالاسيون ديال اوراكل في ام فيرتشوال بوكس. غادي تانستال عادي، انتم كما كتشوفوا انستال عادي خدام مزيان. هادشي اللي كاين الخوت، كنتمنى تكون فاتكم في هذا الفيديو. عندكم شي مشاكل حطوهم في كومونتير، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. الا قابلنا شي مشكل غادي نبارطاجيو معكم، والسلام عليكم.